قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Omladinsko udruženje Sehara vam predstavlja uživo predavanja islamskog karaktera. Promoviše islamske knjige, brošure, letke, audio i video materijal islamskog sadržaja i još mnogo toga. Potražite nas na adresi Sulejmana Filipovića broj 1, Dobrnja 5, Sarajevo. Kontakt telefon 062 581 135. Omladinsko udruženje Sehara. خطوات كنا إلى هذا المجلس وقضاء الوقت في سبيل الله، وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس روضة من رياض الجنة، وأسأله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنة الفردوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيتها الأخت الفاضل، احتسب الأجر، ربما جئت من مكان بعيد، ربما تركت الزوجة والأولاد، ربما استغنيت عن جزء من وقت العمل، ربما كنت متعبة وجئت إلى هذا المكان بجهد ومشقة، ربما أنفقت شيئا من المال حتى وصلت إلى هنا. احتسبي كل هذا في سبيل الله عز وجل، ومن نوى هذا الأمر لله فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فأشكركن على الحضور، ولكم مني كل ثناء وتقدير. المرأة المسلمة، عندما نتكلم في محاضراتنا عن المرأة المسلمة، وسمعتن ربما بعض دروسي في الأشرطة، فأنا أتكلم عن المرأة المسلمة في الخليج، محاضراتي في الكويت، في السعودية، في قطر، في دول عربية، أغلب المحاضرات التي سمعتنها هناك. أنا أتكلم عن بلاد إسلامية، بلاد الطالب منذ رياض الأطفال يحفظ القرآن، كل مدارس الحكومة، المسجد في كل جزء من الأحياء، الناس هناك في الغالب ملتزمين، الحجاب هو العام، العادات والتقاليد تلزم الناس ليس فقط الشرع. هذه الدروس التي عملتها في تلك الأجواء، أحث الفتاة فيه على الثبات، على الصبر على الدين، على الاستقامة. فماذا عساني سأقول في مكان تعيش فيه المسلمة الملتزمة مثلك، تعيش فيه في مكان كل شيء فيه مباح، الفتن يمنة ويسرة من فوق ومن تحت. فلهذا كل ما قلته سابقا سيتضاعف الآن، لأن الوضع أصعب، والمرأة المسلمة لهذا سيكون بإذن الله أجرها أكبر بكثير، لأن الوضع أصعب مما هو عندنا. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame. Draga moja sestro, želim da te zahvalim što si odvojila svoje vrijeme i što si došla ovdje da se družiš s nama. Znam da si možda umorna, da si imala obaveza, da si imala nekih drugih stvari u svom životu da uradiš, ali si sve to ostavila i došla Allaha radi da se okoristiš i da naučiš nešto o svojoj vjeri. Žena muslimanka, sve što sam govorio u svom životu, na svojim predavanjima, u bilo kojoj zemlji,
svejedno bilo to u Kuvajtu, u Saudiji, bilo to u Kataru ili nekoj drugoj arapskoj zemlji ili islamskim zemljama, je vezano za žene koje žive tamo. To su žene koje žive u zemljama u kojima je hidžab normalna stvar, u kojima djeca uče Kur'an u državnim školama, a ne u islamskim školama. To su zemlje u kojima je džamija na svakom ćošku. To su zemlje u kojima su običaji i adeti blizu islama i puno njih je u skladu sa islamom. To je zemlja koja se ne može porediti, to su zemlje koje se ne mogu porediti sa ovom zemljom u kojoj sam došao. Danas se obraćam sestri muslimanki koja živi u zemlji u kojoj je sve dozvoljeno. Fitneti, iskušenja se nalaze sa svih strana, od ozgo i od ozdo, sa lijeve strane i sa desne strane. I nema sumnje da sve ono što sam rekao na predavanjima vezanim za žene muslimanke koje žive u islamskim zemljama, danas se to uduplava. Danas je to sve teže i danas je to sve vrednije kod Allaha subhanahu wa ta'ala. من أعظم ما يثبت المرأة خصوصا في مثل هذا المكان الذي نحن فيه والذي كثرت فيه الفتن والذي ربما تقضي المرأة فيه أكثر يومها في دنياها والذي يصعب فيه أن تحافظ المرأة على التزامها واستقامتها إلا من رحم الله عز وجل، من أعظم ما يثبت المرء القرآن كتاب الله جل وعلا، ليس فقط حفظه قراءته تدبره العمل به الصلاة فيه. القرآن ليس فقط أجزاء نحفظها، خمسة أجزاء عشرة أجزاء، تقول فلانة أنا أحفظ خمسة عشرة جزءا، ثم ماذا؟ السؤال، هل تتدبر ما تحفظه؟ هل تعمل بما تحفظه؟ هل تتخلق بهذا القرآن الذي في صدرها؟ أم أنها تقرأ هكذا؟ الله عز وجل ما أنزل القرآن فقط ليقرأ، لكن لما أنزله؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذا قرآن مبارك، لما أنزله الله عز وجل؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أول هدف التدبر، ليس القراءة، التدبر، والتدبر هو الفهم. التدبر يؤدي للتأثر. كان الصالحون إذا قرأوا القرآن ربما بكوا. عمر رضي الله عنه سمع آية في القرآن، إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. سمع هذه الآية فجلس يبكي ولم يخرج من بيته، ظنه الناس مريضا. عمر ما كان مريضا لكنه تأثر بهذه الآية. عمر كان يقرأ سورة يوسف يوما فوصل إلى قوله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فبكى. عمر بن عبد العزيز قرأ، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا. أخذ يقرأ حتى وصل إلى قوله، فأنذرتكم نارا تلظى، فسكت فأخذ يبكي، فأعاد السورة مرة ثانية ما استطاع أن يكمل حتى وصل إلى قوله، فأنذرتكم نارا تلظى، لم يكمل، لا يصلها إلا الأشقى، لم يستطع أن يكملها، فبدأ بسورة ثانية وأكمل. ليش؟ لأنهم يتدبرون، لأنهم يقرؤون ويتأثرون. كم حافظ القرآن اليوم لكن للأسف لا يتخلق به، لا يتدبره، لا يعمل به؟ بل هناك من الأصوات الجميلة جدا إذا قرأ القرآن الكل يستمع له، لكن السؤال أين هو عن العمل بهذا القرآن؟ إذن أول سبب يحفظ المرأة كتاب الله عز وجل، قراءة وفهما وتدبرا وحفظا
وعملا. Jedna od najbitnijih stvari koja ženu može da učvrsti u njenom životu na ovim prostorima jeste Kur'an Kerim. Kur'an Kerim je knjiga koju je Allah subhanahu wa ta'ala objavio svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame da je čitamo. Ali ne samo da je čitamo, nego da i razmišljamo o Kur'an Kerimu i da radimo po Kur'an Kerimu. Glavni cilj objavljivanja Kur'an Kerima je razmišljanje o Kur'anu i rad po njemu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Sad u 29. ajetu, knjiga koju smo tebi objavili je blagoslovljena, da bi oni o njenim ajetima razmišljali. Znači, Kur'an je blagoslovljena knjiga. A šta je razlog objave Kur'an i Kerima? Razlog objave Kur'an i Kerima je da vjernici i ljudi razmišljaju o Kur'an i Kerimu. A to je ono što mnogi ljudi danas ne rade. A radili su ashab poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Kada pogledamo u njihov život, Omer radijallahu anhu je učio ajet u kojem Allah kaže: doista je kazna tvog gospodara žestoka. I plakao je toliko da nije izlazio iz kuće. Čak su ljudi pomislili da se Omer razbolio. Ali Omer nije bio bolestan. Omera su pogodili ajeti koje je čitao. Zašto? Zato što je o njima razmišljao. Također Omer radijallahu anhu je volio, kao što smo rekli jučer, da čita suru Yusuf. I kada bi došao do govora Allaha subhanahu wa ta'ala, gdje Allah kaže: ja svoju tugu i svoju nevolju prepuštam Allahu. Omer radijallahu anhu bi zaplakao. Omer ibn Abdulaziz, poznati peti halifa u islamu, je učio jednog dana suru El-Lejl. Pa kada je došao do 14. ajeta gdje Allah kaže: fe enzertukum naran teledva, ja vas upozoravam na žestoku vatru, Omer ibn Abdulaziz je plakao. Pa je ponovo pokušao da prouči tu suru početka i nije uspio. Zatim je počeo da uči drugu suru i završio je. Zašto je njihovo stanje bilo tako? Zato što su ashabi i njihovi sljedbenici razmišljali o Kur'an i Kerimu. Koliko danas ljudi ima koji uče Kur'an na pamet? Nije cilj naučiti 5, 10 i 15 džuzeva. Cilj je razmišljati o tim ajetima. I cilj je raditi po tim ajetima. Koliko danas ima ljudi koji poznaju Kur'an i Kerim i koji su hafize čitao Kur'ana, a nemaju ahlaka. Nemaju ahlaka. Koliko ljudi, znači, ima kojima je Kur'an na jeziku i koji kada prouči Kur'an imaju prelijep glas i svi voli da ih slušaju, ali ti ljudi su daleko od Kur'ana jer nisu razmišljali o ajetima koje čitaju, niti su radili po ajetima po kojima čitaju. Zato kažemo da jedna od najbitnijih stvari koja može da učvrsti ženu vjernicu na ovim prostorima razmišljanje o Kur'an i Kerimu. السبب الثاني الذي يحفظ المرأة هنا خاصة في هذه البلاد الرفقة الصالحة. فكم من إنسان صالح للأسف خالط بعض الفاسدين، بعض الفسقة، بعض الفجرة فضل. وأنا أذكر كثيرا من الصالحين كان أحدهم أعرفه كان يحفظ القرآن إلا قليلا، وأذكر بعضهم كان صوته من أجمل الأصوات في القرآن، وأذكر أحدهم كان مؤذنا في مسجد، وتعرفنا معنى المؤذن ليس كغيره. فجأة انتكس، فجأة تراجع، حتى الصلاة ما يصلي. ما السبب؟ رفقة سيئة، صحبة سيئة تعرف عليها، والمرء على دين خليله. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم المرء على أخلاق خليله فقط أو بعض الطبائع مثل خليله فقط، لا، الدين كله، الدين كله يتغير، ليس فقط الأخلاق والطبائع، مع أن هذه سهلة، يتغير أخلاق الإنسان لمصاحبته أو طبائعه، لكن المشكلة في الدين، في العقيدة، في الصلاة. قد يترك الصلاة بالكلية بسبب رفقة سيئة. قد يقع بالزنا والعياذ بالله، قد يشرب الخمر، قد يقع بالمخدرات، قد يفسق، قد يفجر، مع أنه كان من أفضل الناس خلقا. والسبب
صحبة سيئة. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعد ما أمر واصبر نفسك قال ابتعد عن هؤلاء الذين أغفلنا قلبه عن ذكرنا. انظري من تصاحبين، سلي نفسك هذا السؤال: هل من تصاحبينها تحرص على صلاة الفجر، على الرواتب والنوافل؟ هل تقرأ القرآن وتعمل به؟ هل هي فتاة صالحة تبر والديها؟ هل هي عفيفة اللسان تغض البصر؟ هل هي إنسانة ما شاء الله عليها ناجحة في حياتها؟ فأنت هي في النهاية. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولهذا كان الصالحون يبحثون عن أفضل الناس خلقا ليصاحبوهم. ولهذا كثير من المشايخ والعلماء تلاميذهم تخلقوا بهم، ليس في الدروس، الدروس الآلاف يحضرون، لكن لأنه خالطهم بأسفارهم، بجلساتهم، بذهابهم، بعودتهم، برحلاتهم، تخلق بأخلاقهم. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يذكر الله عز وجل قصة اثنين في الجنة، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان عندي صاحب في الدنيا، لكن هذا الصاحب للأسف أنا آمنت وهو لم يؤمن، أنا اهتديت وهو لم يهتدي. فلما هدى الله هذا الرجل افترق عن صاحبه، فقال له: أإنك لمن المصدقين؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ يعني وين حتى تأتي يوم القيامة؟ أين يوم القيامة؟ وأين يعني أنت ضيعت حياتك لأجل شيء مو متأكد منه؟ يقول: فافترقت عنه، تركته، كل واحد ذهب في جهة. فلما مات الاثنان وجاء يوم القيامة، جاء الصالح إلى الجنة ودخل، الله يقص قصة ستحصل في الجنة. فسأل الصالح في الجنة يبحث عن صاحبه القديم، يسأل الناس في الجنة: هل رأى منكم أحد فلانا؟ هل رأيتم فلانا؟ أي فلان؟ فلان ابن فلان الذي كان معنا في منطقتنا، كان في حينا، كان من منكم رأى؟ لم يره أحد. فإذا به فجأة يفتح الله له مثل النافذة إلى النار وهو في الجنة ليريه صاحبه. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رآه في قعر جهنم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فإذا بالذي بالجنة يكلم الذي بالنار، الله يجعل هذا يسمع هذا. قالت الله، تالله يعني قسم، قالت الله إن كدت لتردين، كدت أن تهلكني معك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن الله ثبتني وأبعدني عنك لكنت مثلك الآن من المحضرين المعذبين. أختي الكريمة، يمكن الله جاء بك الآن إلى هذا المجلس لتسمعي هذه الكلمات وتفتشي في صاحباتك من تخالطين. إنسانة ما تصلي ابتعدي عنها إلا إذا كنت تدعينها إلى الله، إنسانة فاجرة ابتعدي عنها إلا إذا كنت تعلمينها وهي كانت تتغير تتأثر بك، إنسانة لا تعرف ربها ابتعدي عنها وفري عنها. أعظم ما يثبت الإنسان على الدين الصحبة الصالحة. Drugi razlog koji ženu može da sačuva na ovim prostorima jeste dobro društvo. Koliko smo ljudi poznavali u životu koji su bili vjernici, koji su klanjali 5 vakata namaza, a ostavili su vjeru. Pa više ne klanjaju ni da namaz. Koliko ljudi su bili čak na stepenu da su bili mujezini u džamijama i predvodili ljudi u namazu, a zatim se dogodilo u njemu životu jedno iskušenje koje ih udaljilo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta je razlog tome? Šta je povod? Povod tome jeste loše društvo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže:
čovjek je na vjeri svog prijatelja. Pazite, poslanik alejhi selam nije rekao čovjek je na ahlaku i moralu svog prijatelja, nego je rekao čovjek je na vjeri svog prijatelja. Znači, na čitavoj vjeri. Ti od svog prijatelja nećeš upiti samo jedan ružan ahlak, jedno ružno i ružno svojstvo, nego će se čitava tvoja vjera promijeniti. I tu vidimo koliko je opasno da se čovjek druži sa lošim društvom. Zato čovjek mora da bira svoje društvo, da se on sam ne bi promijenio, da bi sam sebe sačuvao. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu u suri Kehf govori, kaže poslaniku alejhi selam, budi čvrsto od one koje se gospodar svome mole ujutro i na večer. Znači, postiče poslanika alejhi selam da bude sa dobrim društvom koji se klanja Allahu subhanahu wa ta'ala, a zatim mu kaže i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti. Znači, Allah u ovom ajetu u suri Kehf, 28. ajetu, traži od poslanika alejhi selam da bude sa dobrim društvom i da se udalje od lošeg društva. A to je poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Tek tada vidimo koliko je bitno da čovjek bude sa dobrim društvom. Allah nam subhanahu wa ta'ala u suri Safat prenosi događaj. Događaj dvojice ljudi koji su na ovom svijetu bili prijatelji, koji su se družili na ovom svijetu. Pa nam Allah prenosi da će na sudnjem danu, kada uđe ovaj vjernik u džennet i nevjernik u džehennem, Allah će svakom vratiti njegovu memoriju. Svako će se sjetiti dunjaluka i onoga što se dogodilo na dunjaluku. Znaćemo s kim smo bili, šta smo radili. Poznavat ćemo ljude. Pa će vjernik se sjetiti svog prijatelja nevjernika i reći: ja sam imao prijatelja na dunjaluku koji mu je govorio šta? Govorio mu je: zar doista i ti vjeruješ? Zar doista i ti vjeruješ da ćemo kada poumiremo i zemlja i kosti postanemo doista račun polagati? Znači, ovaj nevjernik se ismijavao sa prijateljom, sa svojim prijateljem vjernikom, koji je vjerovao Allaha, vjerovao sudnji dan, vjerovao da će stati pred Allaha i polagati račun. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala će dati da ovaj vjernik, da mu se otvori prozor i da vidi ovog nevjernika na dnu džehennema. Na dnu džehennema će ga vidjeti. Kaže Allah u Kur'anu Kerimu, kada govori o njemu, kaže: فَتَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. I on će pogledati i toga usred džehennema ugledati. I zatim će mu se obratiti, govoriti sa njim, da će Allah da nevjernik čuje riječi svog prijatelja vjernika i dženneta, koji će mu reći: Allaha mi, zamalo me nisi upropastio. Zamalo me nisi upropastio. Zamalo nisam i ja sa tobom ovdje u džehennemu završio. I na kraju, nije svoj spas pripisao sebi, nego Allahu subhanahu wa ta'ala. Svaki uspjeh u životu se pripisuje Allahu, a ne sebi. Kaže: a da mi Allah nije svoju milost podario, i ja bih se sada sa tobom ovdje mučio. Znači, mene Allah spasio. Ja sam na pravom putu ostao Allahovom voljom, a ti si pokušao da me u džehennem sa sobom odvedeš. Možda današnje ovo predavanje treba da bude povod svakoj od vas da pogleda u svoje prijateljice, da pogleda s kim se druži. Ako se druži sa ženom koja ne klanja, sa ženom koja ne voli vjeru, ako se družiš sa ženom koja nema ahlaka, koja nema morala, a možda ima vjeru, neka u njima vidi sebe. Pregledaj svoje prijateljice. Pogledaj s kim se družiš, jer ćeš takva ti na kraju biti. Zato je bitno da se čovjek druži sa dobrim društvom, a udali od loših društva. من الأشياء التي تجعل الفتاة المسلمة في البوسنة أو في بعض البلاد الغربية تثبت على الدين أن تعرف قيمة الدين الذي تحمله في صدرها. تعرفين من أنت؟ أنت امرأة مسلمة. أنت امرأة تقرأين القرآن وتحتدين بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفين كم في الأرض من النساء اليوم من يفعلن هذا؟ عدد قليل، لا شيء. عدد المسلمين مليار ونصف، لكن كم ملتزم منهم؟ هذه أسماء فقط، أسماء مسلمة، لكن من هذه الأعداد من الملايين من تلتزم بدينها مثلك؟ احمد الله على النعمة التي أنت فيها. لن يعرف قدر هذه النعمة
إلا من رأى غيره وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. يحمد المؤمن ربه أن هداه، بل جعلها الله أعظم منا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ألا ترين في الأرض اليوم أناس كلما احتاروا وضاقت بهم الدنيا لا يعرفون لمن يتوجهون؟ ترى أغلب البشر اليوم إلا القليل لا يعرف إذا ضاقت به الدنيا يشتكي لمن، يضع جبهته لله. ما حد يعرف هذا الأمر إلا القليل في الأرض، وأنت من هذا القليل. أنت الحمد لله إذا ضاق صدرك توضأت، صليت ركعتين، سجدت واشتكيت لله رب العالمين فزال الهم. أنت الحمد لله لما تصلين الفجر تشعرين بسعادة في هذا اليوم. أنت الحمد لله لما تسمعين القرآن يطمئن قلبك. ألا ترين البشر؟ من الذي ينتحر اليوم؟ هل تظنين الذي ينتحر الذي يعيش في أفريقيا، الدول الفقيرة في أفريقيا؟ لا. هل تظنين الذي ينتحر من يعيش في بنغلاديش في دول تحت خط الصفر تحت الفقر؟ لا، هؤلاء ما ينتحرون. تعرفين من الذي ينتحر في الأرض اليوم؟ اللي يعيش في السويد، اللي يعيش في ألمانيا، واللي يعيشون في اسكتلندا، الذين يعيشون في روسيا. في روسيا تنتحر أعداد هائلة كل سنة، هؤلاء ينتحرون. لكن في بلاد فقيرة الناس ما تنتحر، لأنها تعرف إذا ضاقت بها الأرض سجدت لله فضاع وذهب همها كله. أنت في نعمة عظيمة، والله ما تقدر هذه النعمة بثمن، ودائما احرصي عليها، لأن هذه النعمة القليل عنده، ومن فقدها قد لا ترجع إليه مرة ثانية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هذه النعمة دائما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله يقول للبشر للمسلمين: ليستمر الإنسان على الدين حتى الموت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استمر لآخر لحظة في حياتك، ترى هذه أعظم نعمة. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أحيانا ترين هذه التي تتعرى في ملابسها، أو تدخن أمام الناس، أو تشرب الخمر، جالسة تشرب الخمر كل أسبوعين ثلاثة، كل شهر عشيق، تسافر متى ما اشتهت، عرضها أرخص ما لديها، تفعل ما تشاء، تأكل ما تشاء، تنظر إلى ما تشاء، لا صلاة لا صوم لا ذكر لا قرآن. تشوفينها تضحك، تظنين أنها سعيدة، لا والله ما هي سعيدة. أغلبهم أمراض نفسية، لما تكون لوحدها تموت من الهم والغم، وبعضهن تبحث عن مخدر أو مسكر لتذهب همها كله. أنت سعيدة والله، لو كنت أفقر الناس. أنت في نعمة، قليل من البشر حصل على هذه النعمة. Treća stvar koja nas može učvrstiti jeste da znamo cijeniti ono što imamo, a to je iman. To je blagodat koju je Allah subhanahu wa ta'ala podario određenom broju ljudi, a ti si od tih ljudi. Kada pogledamo u brojke, muslimana na svijetu ima 1,5 milijarda, ali koliko od tih muslimana su pravi vjernici? Koliko od tih žena u stvarnosti su pravi vjernici? Zato treba posebno obratiti pažnju na ovu blagodat, a to je blagodat imana. Treba je posebno cijeniti da bi nam je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio kod nas. Kaže Allah u Kur'anu Kerimu na jeziku vjernika, kažu: hvala Allahu koji nas je uputio na ovaj put, a mi ne bi znali taj put da nas Allah nije uputio na njega. U drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Allah vama vjernicima navodi primjer, znači vašeg imana, kao blagodat. To što vas je uputio na pravi put, to je jedna od blagodati koju Allah subhanahu wa ta'ala navodi nama
spominje nam je Allah subhanahu wa ta'ala koji nam podario mnoge druge blagodati, ali nam navodi blagodat imana i posebno nam kaže to je blagodat koja sam podario. Zato što je to bitno. Koliko danas ljudi u svijetu ima problema? Koliko danas ljudi rješenje svojih problema traži u konzumiranju cigareta, u alkoholu, u drugim haramima? Koliko žena danas ima koje su svake dvije sedmice, tri sedmice imaju novog čovjeka u svom životu, tražeći na taj način sreću? Imaju brige, imaju probleme, ali ne znaju gdje je rješenje. Dok vjernik zna da je rješenje da stavi svoje čelo pred Allah, da padne na seždu i da svoje brige i svoje probleme pred Allahom kaže. Da li danas u svijetu, kada pogledamo, da li se danas siromašni ljudi ubijaju? Broj samoubistava u siromašnim zemljama je mizera, dok je broj samoubistava u najbogatijim zemljama na svijetu ogroman. Ljudi se ubijaju u Švedskoj, a svi bi mi voljeli da smo u Švedskoj. Znam kako žive, znamo šta imaju, koliko im je Allah dunjaluka dao, kakve uslove za život imaju. Ali pored toga, jedna od zemalja u kojoj se najviše ljudi godišnje ubije je Švedska. Jeste ikada čuli da se ljudi u Africi, u kojoj ljudi nemaju šta jesti, ubijaju? Ili u Bangladešu, da se neko na sebe digne ruku, nema šta jesti? Logično bi bilo da ima on razlog da se ubije, a ne onaj Šveđanin ili Šveđanka. Šta je razlog? Ti ljudi su vjernici. Nema na dunjalku nešto posebno. Ali zna komu je gospodar. Zna koji ga je to blagodat. I zbog toga on to nikada ne bi uradio. Dok oni drugi sve na dunjalku imaju, ali i pored toga nisu sretni. Nisu smireni. Čovjek nekada ne zna cijeniti ono što ima. Pa se pođe diviti onome što nema, a ono stvari je to je stvari nešto što nije potrebno i što, od čega ga Allah sačuvao. Zato posebno pažnju obrati na svoj ima i posebno ga čuvaj, pogotovo u ovim okolinama u kojima vi živite, u okolinama u kojima nema ahlaka, nema morala. U toj okolini tebe Allah izabrao i tebi iman podario, zato ga čuvaj i zahvaljuj Allahu na njemu da bi kod tebe ta blagodat ostala. الحياة قصيرة وقد أحيانا تسول النفس لبعض الناس أن يفعل فيها بعض المنكرات. طبيعة النفس هذه البشر هكذا، فألهمها فجورها وتقواها. الله عز وجل ألهم النفس الفجور وألهم النفس التقوى، لكن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تذكري كلما راودتك نفسك على ارتكاب أي حرام أو ترك أي واجب، المعصية نوعان، إما ترك واجب أو فعل حرام، فإذا راودتك نفسك على أي منهما فتذكري أن الموت يأتي بغتة، وأن الحياة أقصر مما نظن، وأن من ذهب من الدنيا أغلبهم لم يكن مستعدا، وأن الآمال كبيرة لكن الأجل أقصر، وأن سكرة الموت في اللحظات الأخيرة لا يقبل الله فيها التوبة ولا الرجوع ولا الإنابة، وأن الأمر يخرج فلتة، فانتبهي يا أمة الله، لا تقولي اليوم أفعل هذا الفعل وغدا أتوب، لا تقولي اليوم ما عليه ملازم أفعل هذا الفعل بكرة أبدأ، لا تسوي في التوبة ولا تؤجل العمل الصالح، قولي كل يوم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ماذا يعني هذا الحديث؟ معنى إذا طلعت الشمس لا تنتظر غروبها. الآن نحن كم بقي على أذان المغرب؟ ما بقي إلا شيء قليل، لا تنتظري هذا الوقت، لا تقولي سأفعل كذا بعد غروب الشمس وما يدريك أصلا أننا سنعيش. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. شوفي في الدين والطاعة هذه نظرتنا، الإنسان ما يضمن نفسه أصلا، ولهذا كل لحظة يستغلها، كل ثانية يستعد، كل معصية يتوب منها. نعم نحن بشر نخطئ ونذنب، لكن مباشرة الإنسان يتوب لأنه ما يضمن أنه سيدرك وقتا للتوبة.
فأسرعي يا أمة الله. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند وفاته كانت عنده ابنته عائشة فقالت شعرا، قالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. عائشة حكيمة، عائشة شاعرة رضي الله عنها، تقول في معنى شعرها: لن يستفيد الإنسان من أمواله وغناه إذا جاءت لحظات الموت، بأسلوب شعر. فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال لها: قولي أفضل من هذا. قالت: وما أقول يا أبي؟ قال: قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. مع أنه الرجل الصالح المبشر بالجنة يتذكر هذه الآية عند الموت. عمر بن الخطاب رأى النبي قصره في الجنة، يعني في أكثر من هذا، يعني بهذه البشارة ما في، ليس فقط أنت في الجنة، رأى النبي قصره في الجنة، في أفضل من هذا بعد ما في. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عمر فيه فضائل كثيرة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. عند وفاته قال لابنه عبد الله: ضع خدي على الأرض. فلما وضعوا خده على الأرض على التراب قال: ويل لي إن لم يغفر لي ربي. يا الله، لحظات الموت صعبة، فاستعدي لها يا أمة الله، هذه التي تضيع الصلوات أو التي تفعل المنكرات أو التي تتبع الشهوات يمينا ويسارا، تتوقعين هي مستعدة لهذه اللحظة؟ أبدا والله. أغلب الناس اليوم لو تقولين لها الموت اسكتي اسكتي، لا تريد حتى أن تسمع كلمة الموت، مثل النائم الذي لا يريد أن يستيقظ، مثل اللي جالس في ظلام لا يحب الضوء. تزعجنا، اتركنا هكذا في غفلة لا تريد من ينبهها. تذكري الموت دوما، هذه سنة. أكثر من هذه من اللذات، أكثر ذكر هذه من اللذات. الإنسان كل يوم يومين يتذكر، يجلس مع نفسه لحظات. عند النوم نتذكر الموت، صح ولا لا؟ باسمك اللهم أموت وأحيا، النوم يذكرنا بالموت، الاستيقاظ يذكرنا بالموت. هذه ليست يعني تطرف أو شدة أو إنسان معقد اللي يتذكر الموت، لا والله، هذا هو الذكي، هذا هو الذكي. اليوم اللي يستعد للاختبارات في المدارس والجامعات، بعض الطلاب يسمون هذا معقد، خلنا نستانس نفرح، إيش اختبارات إيش، لكنه في النهاية يكون هو يضحك وهم يبكون، هو يسعد وهم يحزنون. استعدي لهذه اللحظات فإن الموت يأتي بغتة. عارك الله. لا هو السبب ذبحوني 15 مكالمة. بزاف. كيف ما زسمرت؟ تو يدنا بيتنا ستفار تكوجه وكوه تبناش تكوبورتي. ljudi danas ne vole da se sjeti smrti. Ne vole da čuju riječ smrt. A kamo li o njoj da razmisli? Smrt je stvar o kojoj čovjek treba stalno da razmišlja. Jer smrt je ta koja sprečava čovjeka da čini haram. I da ostavlja ono što mu je naređeno. Haram ili grije je da čovjek ostavi haram ili da ostavi naredbu ili uradi haram. Zato je bitno da čovjek se u svom životu stalno prisjeća smrti. Kada pogledamo u život ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme, vidjet ćemo da su oni stalno razmišljali o smrti. Ebu Bekr radijallahu anhu dok je bio na smrtnoj posteli, njegova kćerka Aisha radijallahu anha je bila poš njegove glave i reče jednom nešto u stihovima u poeziji, da je bolje da čovjek, da nema čovjek koristi od imetka poslije smrti. Ali onaj Ebu Bekr radijallahu anhu koji je bio na smrti kaže svojoj kćerci Aiši, kaže: reci nešto bolje od toga. Kaže ona njemu: šta da kažem babo? Kaže: reci govor Allahu koji mala kaže: i smrt, muke smrti su istina i doći će. Znači čovjek treba da o tome razmišlja, da razmišlja o smrti. Omer radijallahu anhu je osoba koja je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obećao džennet.
dok je hodio po danjalku, znao je da je dženetlija. A to se nije svakom dogodilo. I pored toga, Omer radijallahu anhu na svojoj samrti je bio sa svojim sinom Abdullahom i kaže svom sinu Abdullahu, spusti me na zemlju, stavi mi glavu na zemlju. I on mu stavi glavu na zemlju i Omer radijallahu anhu kaže, teško se meni ako mi Allah ne oprosti. Zamislite čije su to riječi. Riječi Omera radijallahu anhu. Teško se meni ako mi Allah ne oprosti. Sve to ukazuje na koliko je bitno da čovjek razmišlja o smrti. Čovjek mora da ima to uvijek na umu, jer ta smrt, ona ga udaljava od grijeha i približava Allahu subhanahu wa ta'ala koji ima na savjesti. Onog momenta kad čovjek zaboravi na smrt, onda on sebi da nadu da će živjeti dugo na ovom svijetu. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže, ako osvaneš, nemoj očekivati akşam, nemoj očekivati noć. Znači, iskoristi taj dan kao da ti je posljednji u životu. On sada akşam, samo što nije učio. Mi smo vrlo blizu akşama i svako od nas normalno očekuje akşam. Niko od nas nije za sebe rekao da će možda preseliti s ovog svijeta. Ali čovjek treba, vjernik, da zna da ne zna kad će umrijeti. I da uvijek bude spreman da s ovog svijeta preseli. Da se priprema, jer smrt dođe iznenada. Smrt ne znamo kad će nam doći. I zbog toga čovjek ne smije sebe dozvoliti da ga šetan prevari i da živi u nemaru. I da kaže, imam još dugo do svog života. Treba se pripremiti za dan polaganja računa. Kao učenik koji ima ispit u određenom danu. On se priprema za taj dan da bi izašao na ispit spreman, dok mu se možda njegovi prijatelji smiju i kažu mu, vidi ga, štreber, samo uči, stalno s knjigom. Ali doći će dan kad će se taj čovjek radovati, a njegovi prijatelji tugovati. A to je dan kada bude polaganje ispita. Zato se treba pripremiti pa znati odgovoriti na najvažnijem ispitu u svom životu. A to je ispit poslije smrti. Treba znati šta reći kada te gospodar bude pitao za ono što si radio na ovom svijetu. Treba se pripremiti za polaganje glavnog i najvećeg ispita za čovjeka. أنا لا أريد أن أطيل عليكن ربما الآن هذه الساعة التي قضيناها قد تكون عند البعض منكن قصيرة والبعض منكن طويلة بحسب ظروفها. لكن العبرة ليست بالكلام، الكلام كثير. أغلب ما سمعتنه الآن بالتأكيد سمعتنه من قبل. ما منكن لم تسمع حديثا أو نصيحة عن القرآن أو عن الصحبة الصالحة أو عن قدر نعمة الإيمان والهداية أو أشياء كثيرة. لكن العبرة بالعمل، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله لو فقط نحفظ 10 آيات من القرآن بس ونتعلمها جيدا ونعمل بها جيدا أفضل من محاضرات كثيرة ودروس كثيرة ولا نعمل بها. هكذا كان يفعل الصحابة. الصحابة كانوا يعملون، ما يتجاوزون العلم الكثير إلا ويعملون به. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله يقول أولو الألباب، أولو العقول، أولو الفهم، الذين هداهم الله. تعرفين من؟ الذين يستمعون ويتبعون، يتبعون أحسن الذي يستمعون، ينتقون أحسن الكلام فيعملون به. ليست القضية كلام. ترجع الواحدة إلى بيتها تقول ما شاء الله حضرنا درس، تسألها صديقتها تقول لها اليوم حضرنا موعظة وحضرنا مجلس ذكر. طيب وبعدين ما الذي تغير؟ قرآني تغير، صحبتي تغيرت، حياتي تغيرت، نظرتي للدنيا تغيرت، تبت من المعاصي، تطورت في الطاعات، بدأت أرتقي بالإيمان، أو أنه بس مجرد حضور. ترى هذه مشكلة عندنا، مشكلة أن الواحدة فقط تحضر دورات ودروس ومحاضرات وتقرأ كتب وتستمع أشرطة، ثم ماذا؟ السؤال ثم ماذا؟ هل أعمل أو لا أعمل؟
هنا السؤال، هنا المشكلة، هذه الغفلة. الغفلة أن الإنسان يسمع لكنه لا يتأثر ولا يعمل بما يسمع. فاحرصي يا أمة الله من اليوم فصاعدا، كل شيء سمعتيه اعملي به، وعود النفس لو جزءا يسيرا. سمعت فضل قيام الليل أصلي ولو ركعتين، سمعت فضل صلاة الضحى أصلي ولو ركعتين، فضل صيام التطوع أصوم ولو 3 أيام كل شهر، فضل قراءة القرآن وتدبره أتدبر لو آية فقط أتدبرها كل يوم، فضل الصدقة لو مارك واحد أتصدق به كل يوم، هكذا. أما أنني أسمع ولا أعمل، هذا قد يكون علي، هذا السماع كله قد يكون حجة علي يوم القيامة. ولهذا يوم القيامة يسأل الله عز وجل ابن آدم كل واحد عن علمه ماذا عمل به. علمت فهل عملت؟ لما جاء الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل، قال قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله، بس كلام؟ لا، لازم عمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إذن لا بد من العمل بعد ما سمعنا، ولنتغير. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Većina onog što ste danas čuli, vjerovatno ste čuli i na prijašnjim predavanjima. Ko od nas nije čuo da je bitno u njegovom životu da ima dobro društvo, da cijeni iman koji mu je podario Allah subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu, ili ko nije čuo da treba da proučava Kur'an, da razmišlja o njemu. Svi smo to čuli na mnogo boljim predavanjima. Ali nije cilj čuti. Cilj je rad poslije onog što se čuo. Koliko radimo poslije onog što smo čuli? Koliko se naš život promijenio? To je ono što je potrebno. Allah u Kur'anu Kerimu kaže oni koji slušaju najljepši govor, to je Kur'an Kerim, a zatim ga slijede. To je ono što je potrebno. Koliko smo stvari u svom životu čuli, ali nismo primijenili. Kaže Allah o tim ljudima, to su ljudi koje je Allah uputio. I to su razumni ljudi. To su ljudi koje je Allah uputio i to su ljudi razumni. Ljudi koji su poslije slušanja Kur'ana Kerima promijenili svoj život. Ako ne budeš promijenila svoj život poslije onog što saznaš ili pročitaš, sve ono što se čula ili pročitala će biti dokaz protiv tebe, a ne za tebe. I to je vrlo opasno. Zato će čovjek na sudnjem danu biti pitan o znanju šta je uradio po njemu. Znanje koje ti Allah podario kroz predavanja, kroz knjige, šta si uradila po pitanju tog znanja? Da li si to znanje primijenila u svom životu? I to ono što se traži od vjernika. Allah kaže, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom ashabu, kaže mu, reci amentu billahi, vjerujem u Allaha, zatim ustraje na tome. Či radi, ustraje na tome. Allah u Kur'anu Kerimu kaže, doista oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim na tome ustraju. Na njih se spuštaju meleci. Nemojte se bojati i nemate za čim tugovati. Znači, glavna poenta svega ovoga jeste da čovjek posle svega ono što je čuo radi u svom životu, promijeni svoj život i primijeni ono što je čuo. Ako si slušala o noćnom namazu, klanjaj pa makar 2 rekata. Ako si slušala o postu van mjeseca Ramazana, dobrovoljnom postu, posti pa makar 3 dana u mjesecu, primijeni to. Pokušaj da vjera, Kur'an i sunnet, da utječu na tebe, da mijenjaju svoj život, a da ti ne bude cilj da dođeš kući i kažeš, eto ja sam danas bila na predavanju i to je dosta od mene. Nije cilj biti samo na predavanju i pojaviti se tu i da to bude cilj. Cilj je primijeniti u životu ono što smo čuli na predavanju.
ختاما أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكن بهذه الكلمات. أشكر لكم الحضور، أشكر الأخوات القائمات على هذا المركز الرائع. وأنا وعدت الأخ الشيخ الفاضل أبو عمار بعد أن دعاني لوليمة قبل قليل، وعدته بإذن الله عز وجل في كل سفر آتي إلى البوسنة سأزوره وأزور هذا المركز الذي أسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله. أشكركن مرة أخرى على الحضور والإنصات والاستماع، بارك الله فيكن والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته. Na kraju ja vam se želim zahvaliti na vašem dolasku, na tom što ste odazvali i bili danas sa nama ovdje. Želim se zahvaliti svom bratu Ebu Amaru koji mi je omogućio da vam se obratim danas poslije ručka kada me je pozvao danas na ručak. Ja sam mu danas na ručku obećao da ću kad god dođem u Bosnu, inša Allahu ta'ala, doći na ovo mjesto i ponovo ga posjetiti i molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, uputi na pravi put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bi islami wa imani ahda' al-kaun wa zamanu. Bi islami wa imani ahda' al-kaun wa zamanu. Bi islami وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن.